الباب الخامس والستون وثلاثمائة. باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية: فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم.